مواطن عراقي أو مواطنون عراقيون في بغداد عبروا عن استيائهم من قرار المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق بمقاضاة الأشخاص الذين يوجهون اتهامات علنية بالفساد إلى بعض المسؤولين. دعونا نشاهد. مو غريبة على حكومتنا ولا على شعبنا هاي المخارج الغير قانونية والغير إنسانية لكل القوانين اللي تمس السياسي. طبعاً منظومة مع الفساد، منظومة مركبة بشكل غريب عجيب بحيث ما يخر منها المي، بها حلول وبها أسباب وبها مسببات، والحلول بالنسبة لهم كلش سهلة. فتلقي مسؤول سارق فد مليارين ثلاثة يحكم سنة مع واقف هذا التنفيذ، طفل باقي له باكيت فينيكس يحكم 10 سنين. فهذا هذا بمثابة رصاصة رحمة بين الشعب حتى يفتهم بعد هاي الحكومة ما راح تجي حكومة أتعس من هاي، بل يكون أتعسين. ما أعتقد يعني هذا الموضوع راح يسوي فد شيء غريب بالشعب. الشعب يعرف كل شيء، الشعب العراقي انفتح بالتيزاب قبل شان فتح باللبن، مو فشي غريب. بس أنا أتعجب على السياسيين وعلى وسائل الإعلام وعلى المراجع الدينية، شلون تسكت عن هذا الشيء؟ يعني واحد يقول لك أنا حرامي وغصبا ما عليك راح أبوك، راح أبوك أكلك وشربك وأطفالك، وإذا أنت تبلغ عني أقتلك.